مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج ملفات وفاء، نستعرض كل ما يجري على الساحه وما يتعلق بالمشهد الداخلي بكافه ابعاده. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم باكثر من 8 سنوات، وهو يسابق الزمن في ارساء قواعد الجمهوريه الجديده ووضع الخطط الاستراتيجيه والبرامج الاقتصاديه لمواجهه التحديات العالميه وضمان مستقبل افضل لكل المصريين. وعلى نهج الاصلاح الاقتصادي ومسيره التنميه، جاءت تاكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في المعرض والملتقى الدولي الاول للصناعه استعداد للدولة للشراكة مع المستثمرين ورجال الأعمال بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ. وبهذه التصريحات تؤكد عمق رؤية القيادة السياسية لدعم الصناعة بمختلف أنواعها، وقطاع الدواء هو الآخر سيحظى بدفعة كبيرة في ظل تطبيق هذه المبادرة الواعدة. الحديث أكثر عن هذه المبادرة الرئاسية للنهوض بقطاع الأدوية في مصر، يسعدني أن يكون معي ضيفي الكبير في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد السيد، عضو شعبة الأدوية بالغرفة التجارية. نورنا دكتور، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. خلينا في البداية نطلع تقرير للزميلة شيرين عمر، وبعد كده نبدأ حلقتنا النهاردة من برنامج ملفات، فابقوا معنا. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة في مصر وتوطين الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للاعتماد على الانتاج المحلي وتقليل الواردات حتى تستطيع مصر التغلب على الأزمة المالية العالمية، أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة ابدأ لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير كافة التسهيلات لها من أجل النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق أهدافها. وتهدف المبادرة لتعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم عدد من الحوافز، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم لتقنين أوضاع المخالفين وتقديم الدعم المادي المناسب للمتعثرين. كما تهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إلى إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير حوالي 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة. وتعتبر المبادرة الوطنية أحد الأهداف الرئيسية للوصول إلى تحقيق رؤية مصر 2030. كما تستهدف مبادرة ابدأ دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ومساعي التحول الهيكلي لتحسين مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال ودعم كافة جهات الدولة للصناعة والتصدير لتحريك عجلة الإنتاج والاستثمار والتصنيع والعمل في مصر. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيفي الكبير في الاستوديو الاستاذ الدكتور محمد السيد، عضو شعبه الادويه بالغرفه التجاريه. خليني في البدايه دكتور اتكلم على مبادره ابدا، كيف ترى هذه المبادره وتعليق حضرتك على هذه المبادره في هذا التوقيت بالذات؟ طبعا يعني ابدا حضرتك دي فكره في منتهى الجمال، لانه احنا كان عندنا بقالنا سنين بنتعامل مع الجهات الإدارية والحكومية، ده بالنسبة للصناع والمستثمرين، وكان دايما في فجوة ما بين الصناع والمستثمرين في الوقت، في التراخيص، في المرافق، في الأراضي، يعني كل ما كلنا نعلمه يعني، وما بين الطريقة اللي بتمشي بيها النواحي الإدارية في الدولة. فطبعا هذا الموضوع طرح حلول كتير او الشباك الواحد وغيره وغيره، لكن في النهاية ايه اللي بيحصل؟ الوضع بيتني زي ما هو بالمقارنة كمان للدول اللي حوالينا. فكان الحل ايه؟ هي فكرة مزيج اللي هي المبادرة الرئاسية اللي هي ابدأ، ودي مزيج ما بين احتياجات الصناع والمستثمرين وما بين الحفاظ على المنظومة اللي موجودة في الدولة والجهات الإدارية والحفاظ على هبة الموظف والوضع بتاعه بحيث انه ما يبقاش فيه استثناءات معينة. المزيج ده تم ازاي؟ بالمقترح اللي هو تقدم للرئيس عن طريق الشباب
كويس ودرس طبعا كويس قوي، وبدأوا فكرة ابدأ اللي هي بما هو وراها من مميزات لتسهيل ومساعدة الصناع على ان مشاريعهم تنمو وتكون اكثر نجاحا وسرعة اكثر. دكتور محمد كلام حضرتك كلام جميل، وخاصة ان احنا مش عايز اقول لفترات يعني شباك واحد، لكن الشباك ورا من شباك، ومسألة البيروقراطية للأسف إرث السيد الرئيس يتحدث دائما عنه إرث يعني سيء. وهنا أتكلم على فكرة يعني اللي أنا فهمته يعني من حضرتك، فكرة أن المستثمر أو المصنع يقول والله أنا طلباتي كذا وأنا بأذن معوقات كذا، وعشان أستثمر وأصنع فأنا مطلوب من الدولة اللي هي الجهاز الحكومي توفر لي كذا وكذا وكذا، فالدولة ترد تقول له والله ما اقدر اوفر لك كذا او اوفر لك كذا او بسط لك الاجراءات او اصدر من التشريعات ما يسهل لك هذا الامر. هل الصورة دي هي اللي انا بتكلم فيها؟ هي حاجة قريبة من كده. هو اللي بيحصل طبعا انه في اولويات اللي هي طبعا التصدير، لان احنا نقلل فاتورة الاستيراد بالتأكيد كويس. ففي اولويات في اولويات لانواع السلع وانواع الانتاج اللي المطلوب مستهدف. اللي بيحصل طبعا من الناحيه الاخرى ممكن المصنع او المستثمر ان هو بيبعت لهم على الموقع بتاعهم ابدا، وهم بيدوا له ميعاد، وبناء على بعد هذا الميعاد بيحصل نقاش في الفكره اللي مقدمها المستثمر. اللطيف ايه؟ انه انت كده بتتعامل مشاركه مع الحكومه، لكن بطريقه الاثنين في مركب واحده ايجابيه. أيوه. ومش بالعافية ولا لا باختيارك التام الكامل بما يتماشى مع احتياج الدولة ككل، اللي هو بينعكس على الشعب وعلى المواطن وعلى الكلام ده كله. طيب ده حتى كمان يعني مش بس تسهيل اجراءات او تراخيص او مرافق او ارض، او في كمان حاجات تسويقية، دراسات تسويقية، في معلومات بيقدر ياخدها، والله المنتجات دي هل فعلا هتقلل فاتورة استيراد ولا لا، في تنسيق ما بين المصنع وما بين الموزعين كمان ممكن يحصل، لان في زي ما بيقولوا في عمده يعني في اداره في حد فوق هتقدر انها تزل العقبات دي كلها. والاهم من ذلك كمان ان لو المشروع محتاج دعم مالي او دعم فني بيلاقوه موجود. دعم مالي بمعنى ايه؟ معلش يعني لان هنا خلينا افرق يعني، او ما اعرفش هل في بقى شراكه هل ما بين جهاز تنميه المشروعات باعتباره من الاجهزه المعنيه بالمشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، والفكره فكره ابدا، هل هناك شراكه بين الجهاز وابدا ولا ابدا ده فكره لوحدها؟ ابدا ان هو مشي في الطابور اللي قبل كده ما كانش ابدا. كان فكره وخلاص، كلام وخلاص. لكن حضرتك زي ما احنا عارفين انه في بادجت او في مبلغ محطوط حاليا كبدايه المبادره دي المعلن حوالي 200 مليار جنيه. مبلغ كبير كويس. فايده فايده دي ما هو مشاركه بقى. ما بيدخل مشاركه مع القطاع الحكومي. القطاع الحكومي ايه اللي بيوفر له القطاع الحكومي؟ ما عشان برضه نبقى فاهم، انا راجل مستثمر دلوقتي هخش صناعه مثلا قلبك بيبقى جامد. لا خلينا اتوقع هنا هخش يعني يمكن خلينا اقول ان الرؤيه من ابدا الاصلاح الاقتصادي اللي حصل في 2016، وده برضه انا اتكلمنا فيه كتير قبل كده، كان متخذ القرار كان يجب ان هو يشوف الفاتوره، فاتوره الاستيراد، ويشوف فاتوره الاستيراد احنا ممكن نقلل منها ايه، لان احنا بنستورد تقريبا 75، الارقام كانت بتتكلم 75 و85 من بعض السلع من الخارج، فبالتالي ايه اللي ممكن المصنع المصري ممكن يصنعه من هذه الفاتوره فتقلل فاتوره الاستيراد وبالتالي يزيد التصدير، او يبقى عندك منتج محلي قادر على الوفاء بالسوق. هي دي سليمه كده؟ طبعا. تمام طبعا. هنا اتكلم هنا الحكومه هتشاركني في ايه؟ هتشاركني ازاي؟ بالمكان، بتسهيلات، بايه بالظبط؟ بالمال. بالمال. مال. وتسهيلات بقى انه بدل ما تقعد فتره طويله في اجراءات ترخيص. كويس. لان حضرتك مهما كان في قرارات حتى على مستوى رئاسة مجلس الوزراء مثلا في التنميه الصناعيه انه الرخص تطلع في خلال 20 يوم.
الاجراءات ذات نفسها بتاخر يعني ولا موظف يعاب فيها ولا حاجه، هي الاجراءات ذات نفسها متشابكه ومتراكمه، يعني محتاجه كده يتشال من عليها الغطا ده ونبتدي نشوف ايه اللي احنا عايزينه بالظبط. ده موضوع تاني طبعا. فحضرتك هي فكره روعه لانها حضرتك مزيج محتاجاه الاستثمار، محتاجاه الصناعه، محتاجينه رجال الاعمال. تمام. لانه في نوع من الشراكه بنظام بير تو بير. هنا خليني بقى واحنا بنتكلم مع الشراكه برضو مساله مستلزمات الانتاج، وكل ما كان المنتج مستلزمات الانتاج فيها يعني نسبه كبيره يعني من مدخلات هذا المنتج مصريه، كل ما كان كل ما عظمنا الاستفاده من المواد اللي عندنا. وفي نظرة ابدا هنا نتحدث عن مستلزمات الانتاج وتعظيم الاستفاده من المواد المصريه. طبعا هي بلدنا الحمد لله فيها كل مواد اوليه كتيره. واعتقد بدايه الشركات اللي اعلن عنها اللي هم حاجه 60 شركه في منها كتير بيشتغل فيه مستلزمات الانتاج. بالاضافه للي هم ادوا فكره والله احتياج كبير للسوق في منتج معين ونستورده. او حتى مدخلات انتاج، يعني مكملات زي ما شفنا مع بعض كلنا في التلفزيون والمذاعه في المؤتمر الاقتصادي، الادوات المنزليه والاجهزه المنزليه. فمستلزمات الانتاج دي تارجت مهمه جدا، بس هي عايزه تتعمل باحتراف. يعني مش هاجي كده والله اقول اعمل مستلزمات انتاج او اعمل خامات، لا مش الكلام ده لا. فاذا في النهايه اللي عايز يعمل حاجه زي كده احسن حاجه ليه ان هو محتاج فعلا يكون في نوع من الشراكه مع مبادره ابدا، لانه بيلاقي المعلومات متوفره. بس الجدوى محتاجه معلومات ومحتاجه بقى السوق في ايه وامكانياته ايه والمستلزمات دي موجوده فين والكواليتي بتاعها عامل ازاي وبالوقت. بالتاكيد طبعا ده الاحلى من كده كمان. انه في حاجات واضحه زي الشمس. زي ما سياده الرئيس السيسي قال، مش محتاجه دراسه جدوى معقده تقعد لها سنه واثنين وثلاثه. يعني ممكن تبقى دراسه جدوى موجوده بشكل مبسط. لانه واضح جدا ان السوق عايزها. تمام. هيكل المسامير مثلا اللي كل الناس بتستخدمها، القلم الرصاص، احنا ما عندناش مصنع. انا فوجئت انه مش عارف سوليتيب وحاجات كده. فاحنا في صناعه الادويه. لا ده ما احنا بنتكلم بشكل عام، لكن هجيلك العلاقه ده موضوع كبير قوي. فانا بتكلم على يعني الجزء الاولاني كده بنتكلم بشكل عام على هذه المبادره والدوله وتوفيرها يعني والامكانيات الدوله يعني للمساهمه في هذه المبادره. خليني انا بتكلم على امكانيات الدوله. اتكلم يعني بصراحه كل ما الواحد بيتحرك في البلد يعني في شرقها في غربها بيسعد ب الطرق، بيسعد بالبنية التحتية في مجال الطرق. وخلينا نتكلم هنا على بعض الناس المعرضين او المغرضين اللي دايما يقول لك احنا هناكل طرق وهناكل كباري. انا الشعب ده غريب قوي يعني، اصحابنا بقى واهالينا او احنا حتى لما بنسافر بره ونشوف الطرق بره كنا نتمنى ان احنا نلاقي الطرق دي ببلدنا، كنا نتمنى ان احنا نشوف الطريق اللي 7 حارات و8 حارات ومساله السيوله في الحركه. طب ما احنا عملنا كده، طب احنا عملنا سيوله في الحركه. المشوار اللي كان بياخد ساعه وساعتين دلوقتي بياخد نص ساعه. وزي ما بيقول الاقتصاديين يعني كل الاقتصاديين بيقولوا ان شبكه الطرق دي عامله زي الشرايين والاورده في جسم الانسان. الاقتصاد القوي زي الانسان القوي، اللي عايز تبقى انسان قوي تبقى دارق على شرايين، لا في كوليسترول بقى ولا في حاجه مقفوله ولا حاجه هنا فيها صعوبه، تبقى فيها الحركه سهله فانت هتعيش افضل. لما يكون اقتصادك فيه هذه الطرق بقى بتوفر مدن جديدة للصناعة ومناطق صناعية، حركة الاقتصاد بتزيد. كمان الطاقة، البنية التحتية فيما يخص المواصلات والاتصالات كمان، لان احنا كمان عندنا قمر صناعي خاص بالاتصالات طيبة اللي تم اطلاقه مع بداية هذا العام يعني. والطاقة كعنصر هام وفاعل في هذه المبادرة. اكيد طبعا الطاقة والبنية التحتية من غيرهم يعني احنا بنحط كده. لو انا عايز اعمل استثمار بلان خريطه كده لازم يبان لي الكلام ده. النور هيتقطع، طب انا مش هشتغل، طب غاز مش هيجي، طب هروح ازاي، طب انا المفروض مش هجيب موظفين ازاي واحركهم ازاي بالظبط. واحنا كمان عايزين نضيف للكلام ده، ده انجاز بنسميه انجاز غير واضح. وهو ايه؟ وهو انه القياده السياسيه باين جدا وواضح للجميع
انها على دراية كاملة بكل التفاصيل وكل المشاكل وكل الاحتياجات. لكن يا جماعة اللي يده في الوضع او اللي يده في الواقع غير اللي هو قاعد بره. يعني احنا مثلا لما بندير شركة، ما انت عندك العمال، انت بتحط منظومة وبتحط كل حاجة، بس بتلاقي ناس عايزة تعطل ده او ما تعطلش ده، او مش فاهمة او عن جهل. فاحنا محتاجين صبر، وكان الانسان ايه عجولة، واحنا لازم نقعد يدا بيد، ويعني زي ما نقول القواعد الاساسية تبقى في ظهرنا واحنا هنشرفها لان دي بلدنا. بالتأكيد انا اتكلم بقى على مستلزمات الانتاج اللي بعضها قد يتوفر داخل الدولة والاخر يبقى مطلوب انه يجي من الخارج. الدولة ودورها بقى في توفير مستلزمات الانتاج، لان كان عندنا مشكلة الفترة اللي فاتت فيما يخص مستلزمات الانتاج. المستلزمات اللي تيجي من الخارج معناها عايزة عملة. تأكيد عايزة عملة. ايه مصادر العملة في مصر؟ معروفة، 1-2-3-4-5. طب هل احنا ايه الاسهل؟ المفروض ايه الاسهل؟ انا بزعل على لما اطلع بره والاقي حاجات مقاومات سياحيه بسيطه جدا عامله شغل عالي قوي على الاسف. فدي نقطه مهمه. صحيح ده مش مجالي، لكن انا شايف انها نقطه. كان واخد مصر بيحب بلده كلها. السياحه ملف بصراحه، ملف لابد يعني هنقول نناشد السيد الرئيس ان يعني يشوف ملف السياحه، لان في عندنا مشكله. نحن اكبر دوله تمتلك اثار سياحه شاطئيه، امور كثيره جدا، سياحه ثقافيه، سياحه حضاريه، الاسره المقدسه الاسلاميه. يعني بصراحه الملف ده، ملف السياحه، ملف محتاج نظره من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وانا باكد برضه على كلام حضرتك، زي المؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل ده كان يعني زي ما نفتح الشبابيك نهاية نضيف. السياحه بقى كده عايزه الناس اللي اهل السياحه يوصلوا ويكلموا، لانه في حاجات تانية مش بتاعتهم ممكن تكون هي عائق للسياحه. تاكيد. خلينا نشوف تقرير للزميل اشرف عبد المقصود، وبعد كده بقى نتكلم على الدواء وصناعه الدواء، لان ده موضوع مهم جدا ومتعلق بصحه الانسان. بعد هذا التقرير فابقوا معنا. يعد قطاع الصناعة من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري نظرا لقدرته على دفع عجلة الانتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمالة وتساهم في علاج مشكلة البطالة، بالإضافة إلى قدرته على تنويع مصادر الدخل، وكما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. ونمو قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، لأن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وهذا يسهم في رفع الإنتاجية. كما يساهم قطاع الصناعة في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات. ويتصف قطاع الصناعة بالديناميكية والقدرة على التكيف السريع مع تطورات التقنية في مجالات الإنتاج، وبارتفاع إنتاجيته بالمقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، علاوة على قوة علاقاته التشابكية، مما يجعله محفزا ومنشطا لنمو غيره من القطاعات المرتبطة به، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وعقب ثورة 30 من يونيو، أولت الدولة قطاع الصناعة أولوية كبرى، فعادت المصانع للعمل بكامل طاقتها، وبدأت الدولة في استكمال المشروعات المتوقفة مثل الروبيكي، وتدشين مشروعات جديدة مثل مدن صناعة الجلود ومدن الأثاث وصناعة الملابس وصناعة الأدوية. وعملت الدولة على توطين الصناعة المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات العالمية التي تستدعي الاعتماد على المنتج المحلي بدلا من العملة الأجنبية التي تنفق على الاستيراد. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بذلت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة جهودا كبيرة لتوطين الصناعة، فحصرت 131 بندا جمركيا يتم العمل على تصنيعه محليا، وإتاحت 83 فرصة استثمارية أمام المستثمرين كبدائل على الاستيراد، ودعم القطاعات في الصناعات الصغيرة بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويا عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر. كما عملت الحكومة على تسكين الصناعات الصغيرة في مناطق صناعية مجهزة ومؤهلة، إذ أنشأت وزارة الصناعة 17 مجمعا صناعيا ب15 محافظة على مستوى الجمهورية،
بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48,000 فرصة عمل مباشرة. وتساهم هذه المجمعات الصناعية الجديدة في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقطاعات اقتصادية مختلفة، وتعتبر إحدى وسائل القطاع الصناعي لتعميق المكون المحلي في الصناعات وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج، وذلك من خلال إيجاد البدائل المحلية لها. لقد أصبحت مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة في القطاع الصناعي الذي تمكن من تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية والتي وضعت الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية، حيث يسهم بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي. إنجازات الدولة في ملف الصناعة لا تتوقف، ومصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية كبرى في ظل التطور الملحوظ في هذا القطاع على الأصعدة كافة، بدءا من قوانين وتشريعات تم إصدارها لصالحه، وصولا لتحقيقه معدلات تمثلت في ارتفاع الصادرات وخفض الواردات، وهو ما يبرهن على أن قطاع الصناعة يسير وفق خطوات صحيحة. ولما لا، فالصناعة تعتبر جزءا لا يتجزأ من مسارات تحقيق التنمية بمفهومها الشامل، كما أصبحت الصناعة هي معيار التقدم لكل دولة وأساس مواجهتها للظروف العالمية التي تحيط بها، وهو ما دفع مصر للدفع بعجلة الصناعة المحلية وتشجيعها وتوفير كل سبل الدعم لهذا الأساس لتصبح قاطرة التنمية التي تسعى لها. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. دكتور محمد، خليني اتكلم، يعني انا كمصري افخر بصناعه الدواء المصري حقيقي. حتى اصدقائنا في الدول العربيه دايما يطلبوا الدواء المصري، يعني والدواء المصري من اسعاره بشكل او باخر، رغم ان في زيادات حصلت وكده، ولكن تبقى اسعار معقوله. يعني كلمني كده على مساله صناعة الدواء باعتبارها من يعني أهم أو إحدى قاطرات النمو الاقتصادي في مصر. طبعا صناعة الدواء يعني يكفي إن إحنا في الظروف اللي مرينا بيها قبل كده، يعني الحمد لله الصناعة الوطنية كانت كافية لتقديم علاج في الكورونا وغيره وغيره مصانع مصر. واعتقد دي ثبتت للمصريين ان عقدة الخواجه بتاعه ده اجنبي والكلام ده كله ملهاش لازمه. تمام، احنا الصناعه المصريه بتصنع الدواء طبقا لمقاييس وخطوات عالميه، كذلك القائمين على الصناعه اذا كان مثلا صيادله او خبرات بقالهم سنين، فكل مطمئن للحته دي. لكن صناعه الدواء بالمقارنه ليه دول اخرى، احنا مازال في عندنا شوية عراقيل، يعني وهذه العراقيل جاية من قبل ما اتكلم على عراقيل خليني اتكلم على، واحنا بنتكلم على صناعة الدواء، مسألة المواد الخام. احنا عندنا مشكلة في المادة الخام، يعني معظم المادة الخام بنستوردها من الخارج، رغم ان احنا لما تشوف الخريطة حتى خريطة المحافظات المصرية تجد ان في بعض المحافظات المصرية تشتهر ببعض الزراعات الدوائية، يعني لو اتكلم على سينا سيوة في بعض المناطق هنا. ايه مشكلة المادة الخام عندنا؟ ايه مش قادرين نوفرها ليه؟ استيراد المادة الخام من الخارج بالنسبة لمجال الكيماويات والدواء في الحقيقة ده مش عيب، يعني مش عندنا، يعني لانه مش احنا بس، ده دول كثيرة جدا بتستورد المادة الخام للدواء والحاجات دي من الخارج. واحنا عارفين طبعا انه من اكتر الدول المصدرة معروفة الصين والهند، الصين والهند وبعض الدول الاخرى. هم طبعا بيقدروا ينتجوا كميات كبيرة باسعار كويسة لكن هذا لما من انه يبقى فيه تميز، يعني يبقى فيه صناعة مواد خام عندنا على الاقل اللي هي هتوفر لنا اللي هي سوقها موجود. يعني لما اكون مثلا في مبادره ابدا، احد المصانع دخلت ابدا هتصنع سيتريك اسيد اللي هو ملح صودا ليمون. طب ده استخداماته فيه بقى؟ كنا بنستورده قد ايه؟ ده حضرتك ده غذاء ودواء كمان. ويعني ده دلوقتي حتى المكسرات والحاجات دي بيملحوها بالحاجات دي بدل الملح. ف
ففي الجزاء كتير جدا وبعدين بيدخل فيه الدواء كمان لانه بيظبط الايه الحموضه بتاعه المستحضر وحاجات زي كده. تمام. فده ده فكره جميله نستورده ورائعه انه كل ما هو بنستورده كميات كبيره ونستطيع ان ننقل النوها بتاعه هنا التكنولوجيا ويتصنع هنا. الكلام ده كان الاول لما بيتناقش على نطاق الغرف التجاريه وعلى نطاق الصناع والحاجات دي كلها بيبقى صعب، ما كانش بيوصل لنتيجه. لا وكان صعب ومحتاج دوله تتدخل بقى. بالظبط. قدرات دوله. بالظبط. فدي طبعا شابوه حاجه نحييها وان شاء الله احنا قاعدين دلوقتي 64 شركه نتمنى ان كل شهر نلاقي فيه كمان 64 شركه و64 شركه لان دي حاجه جيده جدا. قلت لي على مواقع صناعه الدواء قلت لي حضرتك قبل ما اسالك السؤال بتاع مستلزمات او الماده الخام اللي داخله في الدواء وبنستوردها فحضرتك اشرت ان احنا ممكن نعمل بدائل لبعض اللي في هذه المبادره هي بتوفر المساله دي خاصه ان ممكن نتكلم في راس مال كبير شويه فشراكه الدوله بتوفر المساله دي. موقع صناعه الدواء في مصر موقع معوقات هي حاجات اداريه برضو يعني الحاجات الفنيات كلها موجوده حاجات إدارية. إزاي؟ الفزاعة بتاعت هيئة الدواء المصرية إن دواء ينقص ده فزاعة أي مواطن. طيب أما يجي دواء ينقص يبقى إحنا نخش على الدواء الفكرة دي نحلها مباشرة ولا نفرض كثير من الإجراءات المعرقلة اللي هي يعني فحص على فحص فحص على فحص هي محتاجه تفكير لدرجه انك توصل لمرحله من كتر زي ما الفحص في الفحص محتاجين احنا نتحطم انت خايف تغلط فمش هتشتغل. تمام. يعني بنوصل لمرحله بعض المصانع انها مش عارفه تشتغل. تمام. فايه بقى الحته دي؟ حضرتك في نظام التسجيل حاجه اسمها البوكس. البوكس دي يعني صندوق المفروض ما يزيدش عدد المستحضرات المسجله للصنف الواحد وشبيهه اكثر من عدد معين. قد ايه؟ هو يعني البوكس 9 وزائد 2 كمان او 8 زائد يعني قول 11. فاهم يعني معلش يا دكتور فاهمها كده على حاجه معينه يعني حضرتك بيجي مثلا شركه مسجله صنف، شركه ثانيه مسجله الصنف هو، ثالثه مسجله الصنف هو 11 شركه بعد كده ما حدش يعرف يسجله. لا خلاص كفايه كده؟ طيب لو هم ال 11 شركه دول عندهم مشاكل ما ليه الشعب المصري كله يتحمل ان 11 شركه مش عارفين يصنعوا؟ طب اي سبب من الاسباب؟ ما يفتح البوكس حضرتك ويفتح المنافسه وكل لصالح الشعب المصري. تمام كلام دي طيب. فكره مش هتخلي فيه نواقص صح كده؟ صح. الحاجه الثانيه لو كنت قابل معوقات بقى اداريه معوقات ماليه الشركات ديت فتقل انتاج او بالظبط. الحاجه الثانيه حضرتك انه التسعيره بتاعت الدواء متأخرة جدا عن ما يحدث في السوق المصري. يعني ممكن في السوق المصري تلاقي التكاليف الانتاج بتزيد و و و و لكن الشركات لسه بتبيع بالخسارة فده بيؤثر على نواقص يحصل نقص في الدواء. فيعني كذلك برضو هيئة الدواء المصرية لو الإجراءات دي فيها نوع من الـ الـ التسهيل بدون التفريط. ايوه لا طبعا التفريط احنا بنتكلم في دواء ده هيشجع ايه التصدير. تمام خلينا هنا نتكلم على مساله ان سعي مصر ان تكون مركزا اقليميا لصناعه الدواء خاصه ان ساد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فتره قليله افتتح مدينه خاصه الدواء المصري. ناخد فاصل ونرجع نكمل هذه المعلومه بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مصر كمركز اقليمي لصناعه الدواء وانشاء مدينه خاصه للدواء افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فتره. يعني مساله هل احنا عندنا قدره واهميه انشاء مدينه متخصصه في صناعه الدواء. اهميه انشاء يعني مدينه متخصصه في صناعه الدواء. نفس الفكره حضرتك اللي هي برضو انه يبقى فيه يعني زاوية أخرى أو مزيج آخر لتذليل الصعوبات. طبعا الشركات المصرية عشان تعمل إنتاج كبير من حاجات النهار بتاعها عالي بيحتاج تكلفة عالية وبيحتاج قدرات دول تخش فيها. فإذا كان مدينة الدواء هتشتغل في الفاكسينات، في أدوية السرطان، في الأدوية اللي هي الحديثة بتاعت استخدام الأنتي بوديز والكلام ده كله، فطبعا هم من وجهة تبقى حاجة جميلة كعامل مساعد وعامل قوي، لأن الأدوية دي غالية جدا، ولو هي أنتجتها طبعا بإشراف من الشركات العالمية ده هيقلل من الاحتياج للعملة. لكن منافسة بقى الشركات الأخرى المصرية هو ده اللي احنا مش عايزينه. دكتور محمد، هل مدينة الدواء ممكن تعمل حاجتين، توفر المواد الخام، او ممكن الدولة المصرية توفر المواد الخام او بعض المواد الخام المستوردة من الخارج، ومسألة برضو حضرتك اشرت لها مسألة مهمة جدا، مسألة توطين التكنولوجيا، والسيد الرئيس اتكلم عنها كثيرا جدا، مسألة توطين التكنولوجيا، لان احنا طول الوقت مستوردين التكنولوجيا من الخارج. طبعا هو حضرتك توطين التكنولوجيا، هو الشركات العالمية من الاخر كده مش هتديك تكنولوجيا حديثة. وكلنا عارفين الكلام ده. لكن احنا عايزين تكنولوجيا نقدر ننافس بيها ونقدر نصدر بيها، وبالتالي يجينا عائد، وبالتالي وبناء على ذلك نقدر نستثمر في البحث العلمي. لكن هي مش هنصحى من النوم كده نقول والله احنا التكنولوجيا دي هنجيبها. والتكنولوجيا هتطلع من شباب مصر وعلماء مصر. بحث علمي. هم دول اللي هيطلعوا التكنولوجيا الحقيقيه. فدي خطة طبعا. هو بصراحة كل الحاجات محتاجة تدخل رئاسة الجمهورية. يعني لأنه الشغل النمطي مفيش معاه الإبداع والتكنولوجيا. لا خالص. خاصة الدولة المصرية تأخرت كثيرا، فهي في حاجة إلى قفزات، مش تفكير بقى نمطي بقى وواحدة واحدة والكلام ده، لا طبعا. فعلا. لكن الامل موجود، العلماء موجودين، الافكار كلها موجوده، شبابنا موجود بره في جامعات بره من اوائل الدارسين يعني. تمام. خليني حضرتك كنت بتتكلم على المعوقات، اتكلم على بعض التسهيلات اللي عملتها الدوله في مساله تسهيل اجراءات الشراكه مع الدوله في المستشفيات القائمه والجديده، واداره القطاع الخاص للمنشات الصحيه بحق الامتياز، اعفاء الادويه والمواد الفعاله والمواد سابقة الخلط والتجهيز من ضريبة القيمة المضافة، حل مشكلة خضوع الخدمات من هيئة الدواء لصناعة الدواء لضريبة القيمة المضافة. أهمية هذه الإجراءات إذا كنا بنتكلم على صناعة دواء فعالة وقادرة على المنافسة. حضرتك آلية التنفيذ برضه مهمة أوي. برضه. أوي. الإجراءات دي بتطلع بقرارات ممتاز، وفعلا الصناعة محتاجاها. وليها مردود جيد جدا، لكن ساعة التنفيذ بيطلع بعض الحاجات يجب انه يتم يعني الاهتمام بيها وحلها. يعني مثلا اعفاء الشركات من ضريبة القيمة المضافة. لما تيجي تشتري من شركة مصرية هنا فبيقول لك والله انا دافعها في الجمارك، انا ليه اعفيك؟ تقول له ما انا جايب لك قرار. يقول لك لا، انا لو عايزك تطبق القرار هزود عليك السعر بالقيمة هي. يعني ابنك منين يا جماعه؟ عملنا ايه؟ ولا حاجه. هو ممكن يكون هو شكليا مخالف للقانون، بس فعليا هو طب هيدفع من جيبه الحاجات دي ليه؟ هيخسر. هيحملها لك. فيقول لك لا، انت اشتري زي ما انت كده، في قرار مفيش قرار بالقيمه المضافه. فالاليه التنفيذ مهمه. خليني برضو حضرتك اشرت الى جزئيه هامه دكتور محمد، مساله احنا هنا في الدواء بالذات محتاجين شراكه قويه وفعليه في مجال البحث العلمي. وتقريبا البحث العلمي برضه عندنا بعافيه شويه، يعني مساله الاهتمام بالبحث العلمي، ان حضرتك انت بتتكلم في مجال هو اصلا بتاع بحث علمي، الاساس في البحث العلمي. صح. بعيد بقى عن التكنولوجيا وبتاع، احنا ممكن نجيب تكنولوجيا ونشتري معدات ونشتري، لكن صعب نشتري فكره، صعب نشتري ابداع، صعب نشتري بحث، يعني ابداع بحث علمي.
طبعا البحث العلمي. طبعا البحث العلمي طبعا محتاج انه يبقى فيه نظرة لتبني الناس المبدعة، يعني الناس اللي عندها ابداع واللي هي بتسافر برا وتعمل ابحاثها برا، اللي يمنع ان احنا دول نخرطهم تاني في المجتمع بتاعنا عشان يقدروا يبقوا اضافة للمعلومات اللي عندهم والتجارب اللي عندهم في الخارج. كذلك التميز اللي موجود في الشباب بتاعنا، لانه بيبان هو في الجامعه ان هو مهتم بالبحث العلمي. فلو حصل برضه مزيج ما بين زي فكره الله يرحمه زويل، الفكره دي روعه. هو كان عايز يعمل كده. وبالتالي ممكن احنا بقى يبقى عندنا هنا الجنود بتاعتنا اللي هم الباحثين بتوعنا. وبرضو القرار في اختيار ايه انواع البحث العلمي يجب انه يتماشى مع المقومات والامكانيات اللي موجوده في البلد. وبرضو مع العالم كتنافس عامل ازاي. انا ما اجيش انافس مثلا دوله زي المانيا او سويسرا في حاجات معينه هاي تك، لكن زي ما سعادتك قلت والله طب في خامات ممكن اعملها، طب دي عايزه شويه بحث علمي اعملها، وهكذا. فاراده قويه، فكر رؤيه يعني الامور هتبقى احسن بكتير قوي من امبارح. تمام دكتور محمد، هنا خلينا اتكلم برضه على جزئيه هامه، يعني صناعه الدواء صناعه مكلفه، يعني مش رخيصه يعني او مش سهله يعني. وهنا خلينا اتكلم على الاستثمار ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ودي دايما يعني السيد الرئيس دايما او حتى المؤتمر الاقتصادي تحدث عن مساله الشراكه بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، او حتى اعطاء المبادره للقطاع الخاص لتولي مشروعات كبيره يعني كانت تتولاها الدوله. الافضل ان يبقى في شراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع الدوله في الدواء، لان هنا بنتكلم على اجراءات، بنتكلم على اهميه وجود الدوله لتسهيل بعض الامور الشائكه اللي اتكلمت عنها، ولا القطاع الخاص يتولى المساله من بابها زي ما بيقولوا يعني. هو على ارض الواقع الدنيا واضحه، لانه القطاع الخاص في خلال 8 سنين اللي فات عنده تحديات معينه مخليه يا اما بيعمل بالراحه او محل سر. تمام. فبالتالي في الفتره الحاليه وعشان السرعه وعشان الانجاز فكره ابدا، دي احنا عايزينها بقى ابدا واحد، ابدا اثنين، ابدا ثلاثة، ابدا اربعة. بمعنى ايه؟ بمعنى انه في مصانع اللي هي كاملة قطاع خاص عندها مثلا مشكلة في التراخيص. يبقى ابدا اثنين مسؤولة عن اللي هو الاتصال ونروح مثلا نلاقي مكانهم سهل الوصول اليه وهكذا. طب ابدا ثلاثة، في مصانع عندها مشكلة في الاراضي. في مصانع عندها مشكلة مع التعاملات البنكية. فاحنا عايزين فعلا تبقى يعني تبقى مشروع كامل، منظومه كامله لحل المشاكل، ما ناخدهاش واحده واحده، يعني ما نقولش ابدا دي هتحل المشكله بتاعه الاستيراد وهي ربط ما بين حياه كريمه، ده جميل جدا. طب القطاع الخاص بقى الباقي اللي مش فيه ابدا نعمل له ايه؟ عايزين بقى ابدا اثنين وابدا ثلاثه، لان هي فكره جيده جدا اللي طلعها عنده دماغ تسويقيه عاليه جدا من وجهه نظري الشخصيه. تنفيذها تم بطريقه فيها توزيع للمهام والادوار جيده جدا، ما جاش على القطاع العام ولا على القطاع الخاص. فاحنا عايزين نفس الفكره دي بس مركزه في حاجه. يا ريت، ده انا اتمنى ذلك. خلينا نطلع يعني تقرير اخير، وبعد هذا التقرير يعني هو تقرير للزميل هادي سلامه، وبعد هذا التقرير هيبقى عندنا الجزء الأخير من برنامج ملفات المستقبل في صناعة الدواء بعد هذه المبادرة. ابدأ بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. قطعت مصر شوطا كبيرا على طريق التنمية الصناعية خلال السنوات الأخيرة، معتمدة على عدد من الصناعات وعلى رأسها صناعة الأدوية باعتبارها العمود الفقري لضمان حياة صحية وآمنة لعموم المصريين. الحقيقة مرورنا بأزمتي كوفيد
والحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك إن احنا في حاجة إلى توطين صناعة الدواء في مصر، وده اللي بالفعل القيادة السياسية أدركته حتى قبل بداية هذه الأزمتين. بإيه؟ بحزمة من التشريعات والقوانين اللي من شأنها تسهيل صناعة وتوطين صناعة الدواء في مصر. زي إيه؟ زي إنشاء الهيئة العليا للدواء في مصر، هيئة الدواء المصرية، زي قانون التجارب السريرية وأخلاقيات البحث العلمي وغيرها من وتسهيل أو تشجيع التصدير. استراتيجية شاملة تتبناها الحكومة لتسريع التنمية الصناعية وصناعة الدواء، وذلك في إطار برنامج أوسع للتنمية الاقتصادية من خلال برنامج يعزز المكتسبات ويضاعف النتائج. والله اللي أنا شايفاه أنه بدأ فعلا تصدير الدواء المصري لأفريقيا بكثافة، وأهم حاجة ملاحظها بصفة شخصية اعتماد الأفارقة والآخرين أو اللي احنا مصدرهم على الدواء المصري، هم جدا مقتنعين، شايفين هاي كواليتي وشايفين منتج بقى شكله أفضل والباكينج بتاعه أفضل، باكينج بتاعه أفضل. فالدواء المصري ماشي بخطة أسرع من يعني يمكن اللي حصل في 30 سنة حاجة، واللي حصل في 6-7 سنين الأخرانيين حاجة تماثل الروعة بقى في اللي فات كله. لدي هتفيدنا على كافة النواحي، فرص العمل، بدل ولادنا ما يروحوا يشتغلوا برا عندنا المصانع وهياخدوا مرتبات كويسة وهيدوا مجهودهم وإخلاصهم للبلد، هنوفر عملة صعبة ان احنا نستورد دواء من برا، هنقضي على سوق احتكار الدواء، لا الدواء بينتج عندنا ما حدش هيجيبه لنا، هيجيبه النهاردة مش هيجيبه بكرة. فكمان ده بيتزامن مع ايه؟ مع التأمين الصحي الشامل. انت تعمل تأمين صحي شامل دواك مع انت بتعمله حاجة هيلة. هو طبعا في بعض الادوية كان بينقصنا الهاي تكنولوجي لتصنيع الادوية، في الفترة الاخيرة قدرنا ننقل التكنولوجي من برة للداخل، مصانع تماثل المصانع العالمية، وده احنا شفناه في لقاحات كوفيد، احنا ازاي عملنا لقاحات كوفيد هنا وبنصدر لفوق 100 دولة لقاحات، وصدرنا المنطقة الأفريقية كلها أدوية فيروس سي. فإحنا الحقيقة على خطى صحيحة. وهكذا تمضي الدولة بخطى متسارعة على طريق التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 وضمان سلامة كل المواطنين من أجل العبور نحو الجمهورية الجديدة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مستقبل صناعة الدواء في مصر بعد هذه القرارات ورؤية مستقبلية لهذه الصناعة الهامة، خاصة انها متعلقة بصحة الانسان يعني. طبعا يعني صناعة الدواء زي ما قلنا انها صناعة اصيلة، وبالتالي ليها كل المقومات موجودة، عدد المصانع كبير، بينتج حوالي 90% من احتياجات السوق والشعب المصري. طبعا مبادرة ابدأ دي برضو ممكن تدي فرصة للدخول في صناعة الخامات الدوائية، ودي كانت حاجة كانت حلم، لانه لو الحاجة موجودة هنا اصلا ده طبعا هيقلل فترة استيراد وهيشجع الشركات المصرية على انها تصدر كمان مش بس تستورد خامات. الحاجات بقى اللي هي الاجراءات الادارية والكلام ده دي لازم يتبص فيها طبعا، بحيث انها تتماشى مع الهدف. والهدف الجودة ماشي، الهدف حماية المريض الهدف ايه تاني؟ المصنع ده تنميه قائم بيشتغل عشان الناس، عشان الناس وعشان الوظائف وعشان ينتج وعشان يبقاش فيه نواقص. فهو حمل كبير على هيئة الدواء، لكن هم قدها، واحنا عايزينهم يعني يبقى في زي قرار واحد. هيك التسجيل ليه كذا قرار، احنا عايزين قرار واحد على الكل بيتطبق عشان يبقى الدنيا واضحة، ما يبقاش فيه استثناءات ومثلا ده امتداد للقرار كذا امتداد للقرار كذا. وياريت القرار يتحول كل الكلام ده يتعرض على مجلس الشيوخ والشعب والنواب ويبقى قانون، عشان ما يبقاش فيه فرصة للتفسيرات والتعليمات والحاجات دي كلها. يعني مبادرة ابدأ زي ما قال ضيف الدكتور محمد هي مبادرة لي يعني موضوعات كثيرة يمكن أن تحقق المستهدف من قبل الدولة في مجالات التنمية، الدواء كمثال، ممكن صناعات السيارات، ممكن صناعات أخرى إن شاء الله نشوفها في
الفترة القادمة. نورتنا دكتور، مشكورا ألف شكرا جزيلا. ألف شكرا. كل الشكر والتقدير للسيد الأستاذ الدكتور محمد السيد عضو شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من برنامج ملفات. بشكرك شكرا جزيلا شكرا. وشكر لفريق عمل ملفات لهذا اليوم، رئيس تحرير كريمة أبو العنين والمخرجة داليا صلاح، وشكر كل سادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.